بعمل استنشاق للبخار بسرعة وشهيق وزفير. دقيقتين ثلاثة كل هذه الروائح العطرية اللي موجودة في الخليط هذا في المكعب بتطلع مباشرة عن طريق عصب الشم وبتوصل للدماغ قبل أي طرق تانية. هذه الطريقة اللي بسموها الأروموثرابي اللي هو العلاج عن طريق الروائح العطرية. نفس المبدأ الروائح العطرية هذه اللي موجودة يا بالزيت اللي عملناه أو في المحلول من السبيرتو أو الكحول اللي حطناه، ممكن تستخدموا خل كمان بس السبيرتو أفضل، هلأ بحكي لكم كيف تستخدموه. وأعمل عملية فقط تبخيري يعني أحطه شوي على المناطق الأنفية والمناطق الرقبة والمناطق الصدرية قبل ما أروح أنام. إذا حطيت السبيرتو على المناطق هذه، مناطق الجبهة، وعملت فرك شوي، مناطق الراس من وراء، مناطق الراس من الأعلى بين الشعر بالطريقة هذه، المنطقة الصدرية ومنطقة الرقبة بشوية، أحط السبيرتو هذا تاع الأعشاب. في هاي الحالة أنا بحكي لكم عن تجربة، هلا بحكي لكم إياها، بعد 5 دقائق لـ10 دقائق حتشعروا كل الضغط النفسي وكل وجع الراس وكل الإرهاق راح تبخر مع السبيرتو أو الكحول اللي تبخرت من على راسكم. أنا امبارح الجو صار يبرد عندنا هون في كندا، فعملت لايف مش عارف عن أي موضوع، فقعدت نص ساعة برا فأخذت برد. إضافة لأخذ البرد اللي بدكم تديروا بالكم عليه لأنه في مأكولات بتزيد وجع الراس، أخذت علبة لبن كبيرة هيك، لبن رايب، بس صلت 4-5 أيام موجود فما كان عندي، فأكلت اللبن الرايب هذا اللي هو زاد الطين بلة. ما رحت على البيت إلا وجع راس، ما بعرف قلت بجوز ارتفاع ضغط، بعدين قلت أكيد برد مع اللبن اللي أخذته. الشغلة الوحيدة اللي سويتها طبعا اللي هي بس حطيت السبيرتو كل مدهو أبتل هر أبيز. في هاي الحالة انتهى وجع الرأس اللي كان بسبب التعب او البرد مع اللبن، اللي هو ممكن في بعض الاكلات كتير الثقيلة اللي فيها زيوت اللي فيها شحوم اللي فيها زيوت واللي فيها شحوم، الاكلات الدسمة، الاكلات اللي فيها زيوت المهدرجة، زيوت القلي، هذه المأكولات مشكلة كبيرة للمرارة وللبنكرياس. طب شو علاقة المرارة في البنكرياس في وجع الرأس؟ المرارة بصير فيها تضخم، بصير فيها احتقان.